السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي قواعد اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي. عندي موضوع الحروف الشمسية والحروف القمرية، نشرحهن ونحل التمارين. صفحة 12. الحروف الشمسية، اقرأ: شمس، الشمس. تلميذ، التلميذ. ثوب، الثوب. دفتر، الدفتر. ذهب، الذهب. زرع، الزرع. نلاحظ، تلحظ أن لام ال الداخلة على كلمة شمس وعلى الكلمات الأخرى لا تلفظ في أثناء القراءة، ويليها حرف مشدد، ويسمى الحرف الذي يأتي بعد لام ال حرفا شمسيا ولا تلفظ معه هذه اللام. ومثل هذه الكلمات: الربيع، السماء، الصيف، الضابط، الطالب، الظلام، الليل، النهار. اختيرت الشمس لتكون عنوانا للأسماء التي لا تلفظ معها لام للتعريف، واختير القمر ليكون عنوانا للأسماء التي تلفظ معها لام للتعريف، علما أن الحروف القمرية تجمع في عبارة: ابغ حجك وخف عقيمة. هذه الحروف الشمسية. أما الحروف القمرية، اقرأ: قمر، القمر. أرنب، الأرنب. باب، الباب. حرف، الحرف. جمل، الجمل. مائدة، المائدة. تلحظ أيها التلميذ أن لام ال الداخلة على كلمة قمر وعلى الكلمات الأخرى تلفظ في أثناء القراءة، ويسمى الحرف الذي يأتي بعد لام ال حرفا قمريا، وتلفظ هذه اللام ومثل هذه الكلمات: الحر، الكتاب، المعلم، اليد. هاي قرأت الحروف الشمسية والحروف القمرية. هسه راح أشرحها لكم. ماماتي شوفوا، عندي الحروف الشمسية اللام، يعني هذه اللام الورقة للتعريف، هذا الحرف، الحرف الورقة للتعريف يعني اللام، هذه ما تلفظ. الحروف الشمسية ما تلفظ، لكن بالحروف القمرية تلفظ اللام، ونخلي يعني فوق يعني ورا الحرف اللام شدة. مثل عندي شوفان، اشرح الفظ: الشمس، الشمس، باعوا هذا اللام ما لفظت. التلميذ، اللام ما لفظت. الثوب، الدفتر، الذهب، الزرع. خلينا احلها هنا. الحروف الشمسية مثل عندي كلمة الشمس، باعوا هذه الشمس، شوفوا هذا ال وهاي الشين، هذا ال التعريف ما لفظ، اللام يعني لا يلفظ، يعني نقول لا يلفظ، ويضع شدة، هذه شوفوا الشدة، هذه الشدة على الحرف الذي يلي اللام، يعني على اليمين على الشين. من اريد الفظها الشمس، باعوا الشمس، اللام ما لفظتها. مثلا عندي التلميذ، التلميذ، باعوا هذا التلميذ، خليت شده عتاء. من اريد الفظها التلميذ، التلميذ، يعني اللام ما لفظت، هاي حروف شمسيه. عندي الزرع، باعوا شوفوا هسه هذه الزرع، اللام ما لفظت، اللام ما لفظت، هذا الزرع. زين، الدفتر، الدفتر، شوفوا الدفتر، اللام طبعا هذه شدة فوق الدال، الدفتر، شوفوا اللام، هاي الحروف الشمسية لا تلفظ اللام، ونخلي يعني ورا الحرف اللام الذي يليها شدة، هاي الحروف الشمسية. أما الحروف القمرية مثل عدي القمر، تلفظ اللام، باعوا القمر، تلفظ هذه اللام، لفظتها اللام القمر، باعوا شوفوا هسه فرق بين القمر وبين الشمس، الشمس اللام ما لفظت، والقمر اللام لفظت، يعني تلفظ اللام. عدي الجمل، باعوا الجمل، اللام لفظت. الباب، اللام لفظت. الأرنب. زين، هذه طريقة، طريقة اللغة لازم أحفظ عدي عبارة، أسهل شيء هذه العبارة شو تقول؟ أبغ حجك، أبغ حجك وخف عقيمة، أبغ حجك وخف عقيمة، شنو ذني؟ هسه يقولون شنو هاي العبارة؟ أقول لكم هذه حروف قمرية، هذه شنو هي؟ حروف قمرية والباقي شمسية. يعني شو أقصد؟ الألف قمري، شوفوا الباء، الغين، باعوا هذا، الحاء، الجيم، الكاف، الواو، الخاء، الفاء، العين، القاف، الياء، الميم، والتاء، الهمزة هذه، سوري، الهاء، ها عيني؟
ابغى حجك واخف عقيمه، احفظ الطالب هذه العباره، اقول له هذه شنية؟ حروف قمريه وباقي الحروف شمسيه، هذه حروف قمريه وباقي الحروف شمسيه، احفظ العباره، ابغى حجك واخف عقيمه، حروف قمريه والباقي شمسيه، هذه الحروف الشمسيه والقمريه. لما احفظ العباره هذه مال ابغى حجك واخف عقيمه، اقول هاي حروف قمريه والباقي شمسيه. خلينا نروح للتمارين، تدريبات. التدريب الاول، التدريب الاول، ضع اسم مناسب من الاسماء التاليه في المكان الخالي بعد ادخالك عليه ال، وضع شده في الحرف الذي يلي اللام التي لا تلفظ في اثناء القراءه. يعني مثلا عندي بس الحروف الشمسيه اخلي لام، ما اخلي بالحروف اخلي شده، سوري، ما اخلي بالحروف القمريه شده. عندي شتاء، مطر، شمس، قمر، صبر، حديقه، جار. حر شديد، شنقول حر شنو؟ حر الشمس، الشمس باعوا حر الشمس، هذا عندي شمس هي، وخلي ال، شنقول الشمس، 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 هذه اللام، هذه شنو هذا؟ هذا حروف شمسيه، نخلي شده عالشين بحيث اللام ما لفظت، صارت حر الشمس، الشمس شديد. ذهب، ذهب، وجاء الربيع، منو الذهب؟ ذهب الشتاء، شتاء، ايش خليها؟ ذهب الشتاء، شده لان هذا شمسي. ذهب الشتاء وجاء الربيع، هطل من الغيوم، منو الهطل؟ المطر، المطر، هذا شنو هو؟ هذا حرف حروف قمرية. ليش حروف قمرية؟ لأن عندي الميم مال ابغ حجك وخف عقيمة، عقيمة بالميم، هذا حروف قمرية، ذني شمسية وهي قمرية. طلع بين النجوم، منو طلع؟ طلع القمر، القمر، طلع القمر، هذا حروف قمرية، اللام اللفظت حروف قمرية مال ابغى حجك وخف عقيمة. هيك خلي اكتب العبارة هنا واشوفها واخليها، يعني اشوف يا الحرف اللي يناسب القمرية. سل عن قبل الدار، شنو سل؟ عن الجار، عن الجار، الجار، ابغى حجك، الجيم، ابغى حجك وخف عقيمة، بس نخلي شدة على الحروف الشمسية ما نخلي على القمرية. عود نفسك الصبر، الصبر، هذا شنو الصبر؟ هذا شمسي، اخلي شده لان اللام ما لفظت، ماكو بالعباره ابغى حجك واخف عقيمه، ماكو حرف الصاد. لعب الاطفال في، وين؟ في الحديقه، الحديقه، ما اخلي شده لان هذا الحديقه حروف قمريه، الحاء حروف قمريه. زين، هذا التدريب الاول. التدريب الثاني، التدريب الثاني يقول ميز الكلمات التي تتضمن حروف شمسية من الكلمات التي تتضمن حروف قمرية كما في المثال. هنا عندي كلمات وهنا حروف شمسية وهنا حروف قمرية. الصديق حاطين شمسي، الحانوت قمري. نجي على العشب، قبل لا يعني تحلون لازم تكتبون العبارة مال ابغى حجك وخف عقيمة، خاطر تقولون هاي قمري والباقي شمسي. باعوا، هسه عندي العشب، ما عليا بالالف واللام، عليا الورا الحرف اللي ورا اللام يلي اللام. العين، العشب شنو؟ العين قمري، وين اخليه؟ اخلي صح يم القمري، لان العين ابغى حجك وخف عقيمه، العين موجوده بعقيمه. الورد، الورد شنو؟ قمري مال وبغ، وبغ. الشجر، الشجر شمسي، ماكو، ماكو بال ابغى حجك وخف عقيمه. القطار قمري مال ابغى حجك وخف عقيمه، عقيمة، القاف مال عقيمة الكلمة. البركة قمري لأن عدي أبغ، أبغ، الباء. الخشب، الخشب قمري، أبغ حجك وخف خف، قمري. الثمر، الثمر، الثمر شمسي لأن ما عدي الثاء بالحروف القمرية. الماء، الماء قمري لأن عدي أبغ حجك وخف عقيمة الميم. خلص التمرين الثاني. التمرين الثالث يقول اقرأ النص التالي ثم اكتب الكلمات التي تحوي كل منهما حروفا شمسيا. في فصل الخريف ينضج التفاح والعنب والرمان والكمثرى ويثمر الزيتون، ويثمر الزيتون ويقطف القطن.
هنا عند الخريف شنو هذا الخريف؟ هذا مو شمسي، هو يريد شمسي، هذا هذا قمري. مال ابغى حجك وخف خف الخاء، يعني ما خلي خط. هنا عندي التفاح، التفاح ايش بيه هذا؟ هذا شمسي، التفاح شمسي، لان ما عندي بالعباره التاء ابغى حجك وخف عقيمه، هذا شمسي. العنب عندي قمري مال عقيمه. الرمان هذا يعني هسه التفاح عندي والرمان. الراء هذا حرف شمسي. زين الكمثرى هذا ايش عندي؟ الكمثرى عندي الكاف قمري مال ابغ حجك حجك الكاف يعني ما اخذه. ويثمر الزيتون، الزيتون شمسي، يعني التفاح عندي والرمان والزيتون هذا شمسي. القطن عندي قمري ما اخذه. ويبدأ الفلاح بحراثة الارض، الفلاح قمري، الارض قمري ما اخذه. ويعود الى بيته في المساء، المساء قمري. ويساعد ابنائه في عمله بعد الانتهاء، الانتهاء قمري. من واجباتهم المدرسية، المدرسية قمري. فاذا التفاح والرمان والزيتون هذن حروف شمسية، هو رايد حروف شمسية. تدريب الرابع، ادخل الك على كل اسم مما يلي والفظه ثم اكتبه ثم بين ما كان منهما حرفا شمسيا او حروفا قمرية. سفينة يقول ادخل اللام، السفينة، السفينة، السفينة شبيها هاي؟ هاي السفينة شدة اخلي هاي شمسي، هاي اسوي شمسي. شمسي شلون عرفناها؟ لان سين ما موجود بكلمة ابغى حجك وخف عقيمة، ذني قمري، هاي شمسي. طريق، الطريق، الطريق هنا شمسي، لأن الطاء ما موجود بعبارة أبغى حجك وخف عقيمة. صيف، الصيف، طبعا نسيت الشدة، الشدة دائما بالشمسي، بس بالشمسي أخلي شدة. هنا عدي شمسي، شمسي. الصيف ما موجودة بكلمة أبغى حجك وخف عقيمة. تلمير، التلمير، هنا شدة، هنا شمسي. ثوم، الثوم، هنا شدة على الثاء أقول شمسي، ما موجودة بالعبارة بخجك وخف عقيمة. ضيف، الضيف، هنا شمسي. زينب، الزينب، هنا هم شمسي، مو زينب هذه، زبيب، أي دقيقة، أي زبيب، الزبيب، هنا عندي شمسي. هذني طبعا حروف شمسية واعتيادي، هاي مبين حروف قمرية. عنب، العنب، هذا قمري، لأن ايش عندي؟ أبغى حجك وخف عقيمة، عين مال عقيمة كلمة. مدرسة، المدرسة، قمري. ورد، الورد، قمري، هنا أبغى حجك وخف عقيمة، الميم، المدرسة، ورد، و و وبغ. خيار، الخيار، قمري، مال ابغى حجك وخف الخاء. حديقة، الحديقة، هنا قمري، ابغى حجك وخف عقيمة، ابغى حجك حاء حاء مال حجك. هدهد، الهدهد، قمري، مال آخر حرف عقيمة، ابغى حجك وخف عقيمة، الهاء. فيل، الفيل، هنا قمري، لأن عدي أبغى حجك وخف الفاء قمري. بعد عدي تدريبات؟ لا خلاص، ها عيني، هاي الحروف الشمسية والحروف القمرية. مثل ما قلت لكم الحروف الشمسية اللام تلفظ، اللام قصدي ما تلفظ ونخلي عليها شدة. هاي الحروف الشمسية اللام ما تلفظ، مثل عدي الشمس، اللام ما لفظت. أما الحروف القمرية اللام تلفظ، مثل هذه العبارة ابغى حجك وخف عقيمة، احفظها، هاي حروف قمرية والباقي شمسية. وكل التوفيق يا ربي.